لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ونبدأ بالعناوين. في موقع الهيئة، نت هيئة علماء المسلمين في العراق تدعو لتشكيل إطار وطني للتصدي للعملية السياسية وميليشياتها. في موقع يقين نت، الضاري: المشاركة الضعيفة في الانتخابات دليل فشل الأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق. في صحيفة المدى، دراسة ترصد هجرة دائمية من الريف إلى المدينة في البلاد. في العربي الجديد، أنصار القوى الخاسرة بالانتخابات يصعدون احتجاجاتهم ويتقدمون نحو المنطقة الخضراء ببغداد. في القدس العربي، أردوغان: تركيا ستطرد السفير الأمريكي وتسعة سفراء لدول غربية أخرى. في عربي 21، أزمة مهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا والأخيرة تمنع عبورهم. وفي صحيفة وول ستريت جورنال، فتح تحقيقات داخلية عن الانسحاب الكارثي لإدارة بايدن من أفغانستان. السلام عليكم. نبدأ من مقال لمركز رسام، حيث يقول الكاتب جاسم الشمري: انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق، وأظهرت نتائج الانتخابات الكثيرة من التغيير في مواقع القوى الحاكمة في العراق، وفي مقدمتها قوى الحشد الشعبي. يبدو أن الكتل المالكة لفصائل مسلحة تعتقد بأن هذه النتائج تستهدف ضرب الحشد الشعبي، وقد أكد العديد من قادة الحشد أن من يريد أن يحل الحشد عليه أن يحله بالسلاح. وهذا كلام واضح ومباشر بأنهم مستعدون لمواجهة كل من يحاول ضربهم، حتى لو كان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بموجب الدستور. وتأكيداً لهذا التوجه الحشدي، أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني صباح الأحد الماضي أن الحشد يتعرض إلى مؤامرة كبيرة تهدف إلى النيل منه وإضعاف الأطراف المدافعة عنه من خلال نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، وأن ما حصل في الانتخابات يمثل مخططاً لإضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الإرهاب، وأن الحشد الشعبي يتعرض اليوم إلى مؤامرة كبيرة تهدف إلى إضعافه والنيل منه. إن إعلان النتائج النهائية الأولية والاعتراضات والتهديدات التي أعلنها العديد من قادة وساسة الحشد الشعبي أظهرت أن الحشد قوة لا يمكن السيطرة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ولا غيره، وأن العراق مقبل على مراحل دموية بسبب هذا التناحر بين قوى الدولة وقوى اللا دولة. يقول الكاتب: هذه النتائج ستكون الشرارة لبداية مرحلة عراقية مظلمة وقاسية، وهذا ما لا نتمناه، لأنه سيسحق عشرات آلاف الأبرياء في البلاد تعاني أصلاً من الوجع والهموم والضياع. دعا القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق القوى والجهات والفعاليات المقاطعة للانتخابات داخل العراق إلى تشكيل إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي للعملية السياسية وميليشياتها. وأكد القسم في مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 في مدينة اسطنبول في تركيا، لتسليط الضوء على الأحداث الجارية في العراق والكشف عن أسباب العزوف الشعبي الواسع عن الانتخابات الأخيرة، أن القوى المناهضة للاحتلال والمقاطعة للعملية السياسية منذ بداية الاحتلال والقوى التي قاطعت الانتخابات الأخيرة هما الجهتان الأجدر والأولى بالتحدث عن العراقيين وتمثيلهم. قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري في مستهل المؤتمر: إن الشعب العراقي أكد مرة أخرى حقيقة موقفه الرافض للنظام السياسي القائم وعمليته السياسية وانتخاباتها وآثارها وتداعياتها.
التي لم تتوقف عن جر العراق إلى مستنقع الأزمات والكوارث من خلال المقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها انتخابات يوم 10 من أكتوبر تشرين الأول 2021، مؤكداً أن الإحجام الكبير للمواطنين عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم على الرغم من الدعم الأمريكي والإيراني والدولي والإقليمي والعربي لهذه الانتخابات التي سخرت لها كل الإمكانات المادية والإعلامية من جهة، والممارسات التعسفية والترهيبية لإجبار الناس على المشاركة فيها من جهة أخرى، قد كشف عن فشل الأحزاب السياسية المتنفذة وميليشياتها العسكرية في إقناع العراقيين بدعاوى التغيير والإصلاح التي مل العراقيون سماعها وعدم قدرتها على إقناع الناخبين. ولفت الدكتور الضاري إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت متدنية جداً، بل هي أضعف نسبة تصويت شهدها العراق منذ احتلاله عام 2003، وذلك وفقاً لتقارير الجهات الدولية وشهادات وسائل الإعلام التي غطت الحدث، وبما يؤكد الفشل الذريع لهذه الانتخابات وغلبة انطباع الإحباط الدولي الداعم لها، مشيرا إلى أن المقاطعة الواسعة للانتخابات أوقعت مفوضية الانتخابات في العراق في تخبط كبير وتناقضات كثيرة دلت على عدم مهنيتها وارتباكها وترددها وخضوعها للتهديد. وأضاف الدكتور مثنى الضاري في المؤتمر أن الانتخابات الأخيرة شهدت بعداً جديداً في العملية السياسية، وهو الانقلاب على نتائج الانتخابات وعدم القبول بها والتشكيك في مفوضية الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والمطالبة بإعادتها من بعض القوى المتنفذة في النظام السياسي، وتحديداً الجهات المتجمعة تحت خيمة الميليشيات وتشكيل الحشد الشعبي، وهو أمر كان مجرد المطالبة به يعد عدواناً على النظام السياسي وإرهاباً خطيراً مهدداً لتركيبة الحكم الطائفية في العراق. عن صراع الغلمان تحت مظلة الأمريكان كتب عون القلمشي في مجلة الجاردينيا: فيما يجري من صراعات ليس سوى مسرحية بائسة جرى عرضها مرات عديدة، وبالتحديد بعد إعلان نتائج الانتخابات التي شهدها العراق المحتل بين عام 2005 وعام 2018، حيث يبدأ فصلها الأول بتوجيه اتهامات بالتزوير والخروقات ومطالبة الكتل الخاسرة بالعد اليدوي، ومن ثم إشغال الناس بهذه الدوامة على أمل إقناع البسطاء بديمقراطية الانتخابات. ويعرض فصلها الثاني الحوارات التي تجري بين زعماء الأشرار من أجل تشكيل الكتلة وما يرافقها من وعود وردية وبرامج إصلاحية، أما فصلها الثالث فيتضمن حفل توقيع الاتفاق على توزيع المناصب. من الغريب والمحير فعلا أن يراهن الكثير من العراقيين على الصراعات التي تدور بين الأحزاب والجماعات والميليشيات التي تنضوي تحت خيمة عملية المحتل السياسية واحتمال تطورها إلى حرب مسلحة، اعتقادا منهم بأنها ستؤدي إما إلى إنهاء سطوة هذه الميليشيات على مقدرات البلاد أو إضعافها والحد من شرورها، خاصة وأن بعضا من هذه الأحزاب وميليشياتها المسلحة قامت باستعراض عضلاتها أمام المنطقة الخضراء مقرونة بلغة طابعها شعارات مطلبية تتعلق بنتائج الانتخابات وجوهرها التهديد والوعيد بالويل والثبور لكل من يحاول المساس بمكتسباتها أو يحط من مكانتها، في إشارة إلى مقتدى الصدر وتياره المسلح الذي أعلن بعد فوزه الساحق في الانتخابات المفصلة على مقاس المرتزقة والقتلة واللصوص عن قراره بتشكيل حكومة صدرية أو حكومة أبوية عابرة للمحاصصة الطائفية والعرقية على حد قوله، والتي تعني بالنسبة للطرف الآخر استحواذ مقتدى على حصة الأسد من المناصب وسرقة المال العام وموارد المشاريع الوهمية وغيرها من وسائل الثراء. إن ترويج مثل هذه التصورات الخاطئة والتوجهات الخطيرة وتمريرها في جنح الظلام قد تشجع العراقيين على الدخول طرفاً في الصراع إلى جانب مقتدى واعتباره المنقذ أو المخلص بدل الدخول في رحاب ثورة تشرين وتمكينها من الإجهاز على هؤلاء الأشرار. إن العملية السياسية التي صممها المحتل والتي ينتمي إليها كل هؤلاء الأشرار لم يكن الهدف منها بناء نظام ديمقراطي يكون الأساس لبناء العراق الجديد كما ادعى،
وإنما الهدف منها خلق آلية تكون قادرة على تنفيذ مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا. ولكي تؤدي هذه العملية المقيتة مهمتها الغادرة، بنى لها المحتل سياجا حديديا لا يسمح اختراقه ولو بحجم خرم إبرة، ثم حصنها بنظام محكم وتستند على أسس عديدة، أولها محاصصة طائفية تدعمها ميليشيات مسلحة ومجموعة من الأحزاب والتكتلات ذات الطبيعة الارتزاقية. عن القضية السورية في مواجهة الرهانات الدولية، كتب برهان غليون: في سوريا التي دفعت الثمن الأعلى لتنازع السياسات الدولية والإقليمية، فقد شكل هذا التحول الاستراتيجي نقطة مفصلية في تطور الصراع والمواجهة الداخلية، ووضع مصير الدولة والبلاد والمجتمع أيضا بالمعنى الحرفي للكلمة على كف عفريت، وهذا ما يعنيه تسليم الدول الغربية بفشل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي اعتمدت عليها للتوصل إلى تسوية سياسية، وعدم استبعاد خيار التعامل مع الأسد كأمر واقع وامتحان التعايش معه. يشكل إخفاق سياسات الغرب في الشرق الأوسط الحدث الأبرز لهذا العقد. خسر الغرب أو على وشك أن يخسر كل رهاناته في المنطقة، فبدل نجاحه فيما أطلق عليه المثقفون والساسة الأمريكيون بناء الأمة التي افترضوا غيابها في العالم العربي، قوضت التدخلات الأمريكية في العراق وأفغانستان هياكل الدولة ومزقت النسيج الاجتماعي في البلدين، وأطلقت العنان لتنامي حركات التطرف الطائفية ومعها سياسات الإرهاب، وآل حكم كابول إلى حركة طالبان، وانتهت سياسة احتواء إيران الخمينية التي عمل عليها الغرب عقودا طويلة إلى اجتياح ميليشيات إيران معظم أقطار المشرق، وإلى زعزعة استقرار بلدان الخليج الغنية التي لم يتردد بعضها في البحث عن الحماية في كنف تل أبيب المفترض أنها عدوة تاريخية لها. وبدل أن تؤدي سياسة العقوبات الطويلة وغير الناجعة إلى كسر شوكة النظام الإيراني، أخرجت الماردة النووية من عباءة المرشد لتضع المنطقة أمام احتمال سباق تسلح نووي يستنزف قدراتها ويهدد بزجها في أتون محرقة لا ينبغي الاستهانة باحتمالاتها. وبموازاة هذه الإخفاقات تزايدت المخاطر من تحدي الصين الصاعدة الهيمنة الغربية الأمريكية خاصة على السياسة والعلاقات الدولية، وشيئا فشيئا تبدلت الأولويات الاستراتيجية، ووجدت واشنطن أن مصلحتها تكمن في تقليص إنفاقها على حفظ نفوذها في الشرق الأوسط لتوجيه موارد أكبر عسكرية وسياسية وتقنية لمواجهة الخطر الصيني والآسيوي المتنامي في العالم. لا يكون الانحسار اهتمام الغرب بالشرق الأوسط عواقب سلمية فحسب، فهو بمقدار ما يكشف للمشرقيين هشاشة أنظمتهم وبنياتهم ويزعزع استقرار حكومتهم، يفتح لا محالة عيونهم على القصور المستحكم في مؤسساتهم واعتقاداتهم وأساليب تنظيمهم وعملهم وتفكيرهم، ولا بد أن يوقظهم على مخاطر الاستسلام المديد لوهم الحماية الدولية، سواء كانت مرتبطة بالثقة بقدرة الأمم المتحدة على إلزام الأطراف باحترام مواثيقها، أو بقدرة الدولة المركزية أو الدول المركزية أن تفرض قرارها وتملي إرادتها على الجميع، فهذا لم يعد ممكنا في عالم أصبح بالفعل متعدد الأقطاب. عن مؤتمر دعم استقرار ليبيا وحظوظ التوافق، كتب السنوسي بسكيري: قد مثل مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي انعقد في اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس إضافة إلى رصيد حكومة الوحدة الوطنية، إذ يمكن لرئيس الوزراء يتباهى بأنه نجح في أن يفرض طرابلس لتكون محطة من بين محطات التسوية بعد أن تاهت القضية الليبية بين عواصم عربية وأوروبية بحثا عن التوافق بين الفرقاء الليبيين. دعم استقرار ليبيا جهد ليبي بحسب ما صرحت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلا أنني لا أستبعد أن تكون واشنطن أو إحدى العواصم الأوروبية قد أوحت بالفكرة لحكومة الوحدة الوطنية أو لوزارة الخارجية، ذلك أن مضمون وغاية المبادرة تخدم أهم أهداف تلك الأطراف وهو الاستقرار أو التوافق الذي يقود إلى خروج الروس من البلاد.
وبحسب المبادرة فإن غايتها اعتماد إجراءات عملية لتنفيذ مقررات برلين 1 وبرلين 2 وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 2570 و2571، وكذلك خارطة الطريق. وتقوم المبادرة على محاور ثلاثة هي السياسي، من خلال استكمال خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات في 24 من كانون أول ديسمبر، والأمني بتنفيذ استحقاقات الاتفاقية الأمنية لمجموعة 5+5، والتي من أهم بنودها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والاقتصادي من خلال تعزيز النمو وتحريك عجلة التنمية. أجواء الملتقى كانت مفعمة بالحيوية وكذا المجاز العام في العاصمة، ذلك أن ليبيا لم تشهد مؤتمرا بهذا العدد من الحضور وبهذا المستوى من التمثيل منذ العام 2011. والأمر ذاته تحقق داخل القاعة الكبيرة التي ضمت ممثلين عن 31 دولة ومنظمة دولية، إذ لم يقع تغيير جذري في البيان الذي اقترحته الخارجية الليبية، والذي خلص إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية ومبادرة دعم استقرار ليبيا. وفي هذا الرد البليغ والقوي على الطرف الذي عكر صفو توافق الحكومة بإصداره بياناً يتهم رئيس الوزراء بتهميش برقة ويلوح بإمكان تشكيل حكومة مستقلة في الشرق. من المهم الاستدراك على حالة التفاؤل التي أشاعها المؤتمر بالقول إن مبادرة استقرار ليبيا ستكون حبراً على ورق، وقد لا يكون لها فرصة لتحقيق ما وضعته من أهداف، وذلك إذا استمر التخبط على المستوى الدولي واستمر تردد واشنطن في الضغط لأجل استكمال استحقاقات الانتخابات وفق مقاربة توافق عادلة، وهو ما لا يمكن الجزم به. وننوه إلى أن تمثيل الولايات المتحدة في المؤتمر كان ضعيفاً. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقديم باكستان جهداً استخباراتياً لحركة طالبان ضد التهديدات والهجمات التي تواجه أفغانستان من تنظيم داعش ولاية خراسان. وتعتمد باكستان على شبكة من القنوات غير الرسمية لتزويد طالبان بالدعم الاستخباراتي والتقني لمحاربة التهديدات، إذ تقوم بتقديم معلومات أولية عن التنظيم، إضافة إلى مساعدتها في مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت لتحديد أعضاء التنظيم والمراكز العملياتية. وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن قائد بارز في حركة طالبان وآخرين رفضوا الكشف عن هوياتهم. ووصف مسؤول باكستاني الأمر بأنه لا يتعدى حيز المناقشات غير الرسمية دون وجود أي شراكة استخباراتية، فيما قال القائد البارز في حركة طالبان: إن باكستان هي شقيقتنا وهي تدعمنا بعدة طرق، بما في ذلك تبادل المعلومات والاستخبارات حول تنظيم داعش، مشيراً إلى أن حركته ستتمكن من هزيمة التنظيم في غضون أيام في حال شاركت الولايات المتحدة والعالم المعلومات معها. أما المتحدث باسم طالبان بلال كريمي فرفض التصريحات التي تتحدث عن حاجة حركته إلى تعاون دولي لمحاربة المسلحين بمن فيهم تنظيم داعش، مشيراً إلى أن التنظيم لا يشكل أي تهديد خطير على الحركة، كما شدد على أن محاربته لا تعد تحدياً كبيراً، نافياً الحاجة إلى دعم خارجي لمعالجة الأمر. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن هناك تحديات مستمرة في إعادة إنشاء شبكة استخبارات فعالة في المنطقة، بينما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي مطلع قوله إن وكالات الاستخبارات حافظت على عدة روابط رسمية وغير رسمية مع طالبان منذ الانسحاب الأمريكي أواخر آب أغسطس. يحرص متحف قصر توبكابي التابع لرئاسة المتاحف الوطنية التركية على ترميم مجموعة من الأسلحة الأثرية تضم أكثر من 33,000 قطعة كانت تستخدم في الدفاع والهجوم والمراسم، ويعود تاريخها إلى 1300 عام. ويهدف المتحف من ترميم تلك الأسلحة إلى نقلها للأجيال القادمة، ومن بينها سيف للخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وسيف ذو الفقار يعود تاريخه للقرن 16.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.